عبد الله النائب عبد الله الرومش قال بعد ما فاز اخونا ابو علي كرئيس لمجلس الامه. نشوف التقرير. تفضل الاخ الفاضل النائب عبد الله الرومش. شكرا لك رئيس، مبروك والله يعينك. انا لم اسعى الى الرئاسه لهدف او منفعه، انما نزلت نزولا عند رغبه اهل الكويت الذي حملوني هذه المسؤوليه. وشكرا لمن منحني صوته، وشكرا لمن آثر لي وأراد لي الراحة. أما حكومتنا فهي دائما تثبت لنا قصر نظر وقلة دبرة وعدم وفاء. شكرا لك. كان هذا عبد الله الرومي على بعد فوز أبو علي في رئاسة مجلس الأمة. أيضا كان هناك كلمة